إذا تطورات كثيرة نراها حاليا بتفاعل مع هذا الانتشار لفيروس الكورونا، ومعنا الأستاذ رائد خضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. مرحبا بك أستاذ رائد. لنتحرك أهلا بك. يعني الذهب كيف يتصرف مع هذه التطورات؟ يعني رأينا بالفترات الماضية التعامل معه كتحوط أيضا وكملاذ آمن، لكن المستويات التي وصل إليها هي الأعلى في 7 سنوات، هل هو مؤهل لمزيد من الارتفاع؟ ماذا عن العلاقة أيضا بتحرك ربما المحتملة للفيدرالي؟ طبعا نحن لاحظنا نوعا ما التفاعل الذهب السريع مع انتشار فيروس كورونا ودخوله إيطاليا بأرقام كبيرة، ويعني إعلان حالات احتواء كاملة وتطويق لبعض المدن داخل إيطاليا. هذا كان يعني تأثيره على أسعار الذهب بافتتاح بفجوة واضحة سعرية وانطلاق وملامسة مستويات 1690 دولار للأونصة تقريبا، ومن ثم عودة للتصحيح السريع. عمليات جني الأرباح التي كانت موجودة إضافة إلى ازدياد القلق مع انهيار في أسواق الأسهم الأمريكية نوعا ما، أو تراجعات حادة حتى لا يكون هناك وصف كلمة الانهيار، لأنه لا تزال الأسواق الأمريكية عند مستويات مرتفعة نسبيا وبعيدة عن قيم، خلينا نقول القيم العادلة للأسهم في المؤشرات المجمعة، ولكن مع ذلك يعتبر هناك عملية تصحيح قوية كانت في أسواق الأسهم الأمريكية دفعت المستثمرين إلى القيام بعمليات جني أرباح سريعة. وأيضا من عدم جاذبية الذهب بعض الشيء في اليوم وجدناها ويوم أمس هي بنتيجة التوجه إلى السندات الأمريكية، وذلك نظرا أو نظير الخوف الحقيقي الموجود لدى الأسواق من انتشار الفيروس بشكل أكبر والآثار السلبية، وأيضا تقييمات ضمنية لاحتمالية توجه الفيدرالي الأمريكي إلى تسهيل وتيسير في السياسة النقدية. لذلك رأينا التراجعات على الدولار الأمريكي بعض الشيء في القيمة، ولكن ذلك نتيجة عمليات تسعير مستقبلية إلى إمكانية توجه الفيدرال الأمريكي لخفض أسعار الفائدة. هذه الإمكانية وإن كانت ضئيلة حسب السي ام اي الذي قيم احتمالية الخفض حتى الآن عند 33%، ولكن نحن انطلقنا من 3% احتمالية التخفيض إلى 33% خلال زمن قياسي وقصير نسبيا. هذا بنتيجة الضغط الكبير على الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن. نعم، أسواق النفط بالمقابل ما زالت ترزح تحت الضغوط، يعني رائد، وإحنا منتظرين يمكن الاجتماع المقبل بالنسبة لمارس، خصوصا بعد تصريحات نوفاك أنه لا داعي الآن لأي اجتماع طارئ قبل موعد مارس ربما لمناقشة أي عملية لخفض الإنتاج بسبب فيروس كورونا. برأيك من الآن وحتى موعد يعني الاجتماع كيف سيتصرف النفط؟ إلى أي مدى سيحتسب ربما مزيد من عمليات الخفض من قبل أوبك بلس؟ يعني الأمر ليس مرتبط بالمعروض النفطي بقدر ما هو مرتبط بالطلب الضعيف جدا. نحن عندنا إنتاج أمريكي قياسي 13 مليون برميل يوميا. الحصص السوقية مهمة جدا بالنسبة لأوبك وأوبك بلس، بالتالي لن يكون هناك توجه لتقليصات، وإن كان هناك حديث عن إمكانية تقليص بحوالي 650 ألف برميل، لكن الألم والوجع حاليا هو في تراجع حقيقي بالطلب، و ذلك بنتيجة تراجع بعض القطاعات الحيوية الرئيسية من قطاع السياحة والنقل والمواصلات بنتيجة انتشار فيروس كورونا، وأيضا انخفاض مستويات التصنيع في الصناعات التحويلية في أكبر اقتصادات العالمية، الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصادات العالم، وأيضا الخوف المستقبلي وبالتالي تراجع في المبيعات التجزئة وما إلى ذلك، وهذا سوف ما ينعكس عليه أيضا بتراجع في التصنيع في الفترة القادمة. كل ذلك يؤثر على جانب الطلب من معادلة التوازن النفطي، وبالتالي أسعار النفط مع تراجعها دون مستويات 50 دولار للبرميل هي إشارة إلى أن هناك ضغط كبير، وقد يستمر هذا الضغط لأنه أوبك بلس يعني تريد تحقيق توازن سعري، ولكن ضمن شروط الطلب الموجودة وضمن شروط تحسن السوق، ولكن حتى الآن الطلب
في تراجع وضعف حقيقي، والآثار السلبية ممكن أن نراها مستقبلا أكثر. بالتالي ادخار بعض الخطوات التخفيضية من قبل أوبك بلس حتى يتم مواجهة الأخطار الحقيقية المتأتية من الفيروس من خلال الأرقام السلبية اللي ممكن أن تأتي بعد الربع وانتهاء وبعد يعني ظهور الأرقام الاقتصادية نوعا ما للأثر السلبي، من ثم يتم اتخاذ إجراءات من قبل أوبك بلس لتقليص. ولكن هذا سوف يسبب بلا شك ضغط أكبر على أسعار النفط في الفترة الراهنة، وإمكانية زيارة مستويات دون $46 للبرميل بالنسبة للدبليو تي آي. ونشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.